لنا ان شاء الله بعد المباراه برضو لسه المعسكر ممتد، لان ده التوقيت الدولي المتاح لينا لحد يوم 15. وبالنسبه ان شاء الله للسته لسه قبل البطوله ب 10 ايام، يعني على يوم 30 باذن الله لازم نقدم اللسته. طيب يعني كواليس المعسكر لمنتخبنا الاولمبي اكيد بيكون في استعدادات مهمه جدا من قبل الجهاز الفني والاداري بالتاكيد، وهو ده اللي بيخلي اللعيبه في كامل تركيزهم للبطوله القادمه. احنا كل دقيقه بتعدي فيها تنظيم اداري وفني، كل دقيقه احنا بنخرج من نوعيه الاكل لساعه النوم للتاهيل البدني والتاهيل النفسي، وعندك المحاضرات الفنيه والمحاضرات المجمعه المحاضرات الفرديه للدفاع شويه وللخط الوسط والهجوم، فما فيش دقيقه بتعدي الا بنتكلم على الحاضر وعلى المستقبل اللي جاي، بكره هنعمل ايه وبعده هنعمل ايه والفندق ده سلبياته ايه، طب وهنسكن فين المرحله الجايه، المرحله الجايه محتاجه تركيز اكتر، يبقى نشوف فندق لا يصله احد، يعني بندور على حاجات كتير جدا الهدف منه كله نوصل للحل الامثل للوضع اللي احنا فيه.